أهلا بيكم. النهاردة يمكن أول مرة أعمل بث مباشر وأنا ألتقي بيكم من فترة طويلة، ولكن حسيت إن يعني الآن هو الوقت المناسب لعمل هذا البث في محاولة لقراءة كيف سيغير الكورونا شكل العالم وحياتنا اليومية وأعمالنا والاقتصاد والسياسة وكل أوجه الحياة. يمكن في حياتنا لم نسمع على هذه الموجة من الأوبئة أو الوباء اللي وضع العالم في حالة توقف، في حالة جمود. لم تحدث في حياتنا منذ من قبل. آخر وباء العالم بيتذكره كوباء ضخم كان الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918، ودي أدت إلى وفاة الملايين في العالم. حتى الآن يعني مع ارتفاع طبعا الخدمات الصحية وتقدم العلم، ولكننا أمام فيروس لم يتمكن العلم بعد من الوصول إلى علاج أو إلى مصل لمنعه. لن تكون هذه الموجة من الوباء هي الأخيرة، هذه فقط الموجة الأولى بالمقارنة بالإنفلونزا الإسبانية 1918، جاءت في 3 موجات. كيف سيتغير شكل حياتنا؟ يمكن العامل اللي هو حاطط عدد الإصابات والوفيات حتى حد معين هو التعادل الاجتماعي social distancing، وهي كلمة أضيفت إلى القاموس اللي احنا بنتعامل بيه، القاموس اليومي، بمعنى المحافظة على مسافة بينك وبين الأشخاص اللي في محيطك، وهي بيقدرها بحوالي 2 متر. عندما أريد أن أذهب وأتسوق إلى احتياجاتي، أذهب إلى السوبر ماركت، أقف في الطابور، لأن الأعداد اللي بيسمح ليها بالدخول ليست نفس الأعداد، يمكن تم تخفيضها 60-70%. لازم يبقى في مسافة 2 متر بيني وبين الشخص اللي قدامي. لازم أنا أكون مرتدي كمامة وجوانتي، ماسك وجوانتي. ده العادي في هذه الأيام. شكل العمل، الأعمال مستمرة سواء في البورصة، ونيويورك هي يعني البورصة تمثل حجر الزاوية في اقتصادها أو الناتج المحلي الإجمالي للمدينة. السياحة حوالي 30 مليار دولار، 30 بليون دولار سنويا بيضخوا في الاقتصاد مباشرة، ودي لن تعود قبل عام أو عامين على أحسن تقدير. ويمكن ده على مستوى العالم، هي نظرة يمكن تشاؤمية شوية، بس يعني أحب إن أنا أدق ناقوس الخطر لأصدقائي وزملائي السابقين في صناعة السياحة. لا تنتظر عودة السياحة يعني قريبا، جهز نفسك إن في سنة لسنتين السياحة متوقفة تماما في العالم. مفيش حد بعد الأزمة هيقدر إن هو يسافر كما كان يسافر. لو حصل تخفيض الإجراءات الاحترازية ستكون في شكل داخلي. حتى الولايات المحيطة، يعني التحذيرات اللي بنشوفها على طول، مثلا نيويورك، نيوجيرسي، وكونتيكت، 3 ولايات بجانب بعضها، وال3 ولايات الحياة فيها معتمدة على بعضها بشكل كبير. ناس كتير عايشة في كونتيكت وبتيجي المدينة تشتغل، كذلك في نيوجيرسي بيجي المدينة يشتغل. نيويورك يعني المؤثرين منهم عندهم منازل في كونتيكت، عندهم منازل في الساحل جيرزي، جيرزي شور، كانوا يذهبوا إليها. طبعا كل ده هيبقى غير مفضل إن يتم الذهاب إليه. السفر الداخلي حتى بقى عليه قيود. شكل المكان العمل، الأعمال مستمرة بشكل كبير بالرغم من 70
في المية أو 75% من العمالة في مدينة نيويورك التزمت منازلها، ولكن يعني الحمد لله إن إحنا عندنا تقنيات الاتصالات التليكومينيكيشنز مرتفعة، فبالتالي إحنا ما زلنا نمارس أعمالنا بشكل كبير كما كنا نمارسها في البداية. البورصة زي ما ذكرت سابقا بتتعامل إلكترونيا، نيويورك ستوك اكسشينج، بورصة نيويورك أصبحت مثل بورصة الناسداك، العمليات بتتم إلكترونيا. بالنسبة للمنظمات زي الأمم المتحدة الأعمال بتتم تيلي ووركينج عن بعد، الأمين العام يمارس أنشطته، بيعقد مؤتمرات صحفية عن طريق الفيديو كونفرنس، الصحفيين بيتابعوا أعمال المنظمة ومجلس الأمن عن طريق الفيديو كونفرنس يوميا، اللجان بتجتمع، فيعني محاولة أن يكون الحياة والعمل طبيعي لقدر كبير متاح. أكثر قطاع تأثر في هذه الأزمة هو كان قطاع الريتيل، التجارة، التجزئة. المحلات 90% انخفضت يعني النشاط الاقتصادي، يمكن انعدم في الوقت الحالي، مفيش محلات فاتحة غير محلات اللي هي بتوفر الخدمات الأساسية زي الأكل زي الشرب، المطاعم فقط للتوصيل الدليفري، وإن أنت تروح تعمل طلبك وتروح تاخده بنفسك، ده الأسلوب العادي. مفيش حاجة إن يبقى في حظر، مش حظر، أمر بقاء منزلي وسياسة ابتعاد اجتماعي، والناس بتخرج تمارس حياتها وترجع على الساعة 6 7، ده يعني ده تخريف. هذا يساعد في زيادة نشر الحدوى وانتقال الفيروس من شخص إلى آخر. لن أذكر مدن أو دول بالتحديد في هذا الإطار، بس يعني الأصدقاء كتير عارفين أنا بتكلم على إيه في هذه النقطة. الحاجة الأخرى إن العاملين في قطاع السياحة، ولي أصدقاء وزملاء كثيرين في هذه الصناعة سواء في نيويورك سواء في أوروبا سواء في الشرق الأوسط، معتمدين يعني اعتماد كلي على السياحة، للأسف كنت أتمنى أن أكون يعني بأحضر لكم أخبار سارة، ولكن السياحة متوقفة عام إلى عامين على الأقل، فيعني أرجو إعادة النظر والتخطيط للحياة في ظل هذا الوضع الجديد العالمي. السياسة، إحنا شايفين الصين يعني عاملة حملة بروباجندا ضخمة في العالم، بتحاول تصور إن هي المنقذ للعالم وإن هي هتمد العالم الميديكال سبلايز، المستلزمات الطبية اللي يحتاجوها. للأسف الصين من أجل الحفاظ على هيبة وسطوة الحزب الشيوعي، الصين بالمناسبة يعني ناس كثيرة بتنسى الصين ما زالت دولة شيوعية، وعشان نقول دولة شيوعية لازم نعرف إن يعني الدول الشيوعية لم يكن فيها حرية المعلومات متاحة، كان المحافظة على هيبة النظام هي الأولوية الأولى. كون إن في مئات أو آلاف أو حتى ملايين يموتوا مش لا يمثل أهمية ولا يقلق زعماء هذه الدول في شيء. الدول السلطوية الأوثوريتيريان في المجر، وهي مفروض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وديمقراطية، استطاع رئيس الوزراء كوربن وهو يميني شعبوي يعني وضع البرلمان على الرف وبيحكم بمراسيم. إسرائيل نتنياهو استغلها فرصة علشان يتشبث بالكرسي أطول، وبيستغلها في فرض واقع جديد على الأرض سواء في داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة. روسيا نفس الشيء، روسيا كانت عايشة في حالة إنكار وإحنا مسيطرين سيطرة تامة، ولكن الوضع في روسيا سيء، ولكن لا يوجد حرية تبادل معلومات. روسيا اضطرت إلى إغلاق حدودها، وكان هذا المؤشر أن الأوضاع ليست وردية كما كانوا يصورون.
الدول الغربية، إيطاليا يعني قلوبنا معهم، أسبانيا طبعا، الولايات المتحدة ونيويورك تحديدا هي البؤرة حاليا في الإصابات والوفيات، وربنا يعني يستر احنا نكمل ما نروحش في الوباء زي هنادي. ده كان بوست يعني، كان حسيت ان لازم ان انا اكتب هذا البوست للاصدقاء المصريين والهواة الافلام الابيض والاسود، هيتذكروا هذا السطر يعني من فيلم شهير. بالنسبه لي كيف سيكون شكل الاقتصاد والحاله الاقتصاديه في العالم؟ الاعتماد صناعه او قطاع الاتصالات تيليكوميونيكيشن، انا اتصور انه سيكون الرابح الاكبر من هذه الازمه. يوجد شركات كتيره تفكر جديا في جعل 25 الى 40% من القوى العامله فيها تعمل من منازلها وليس من المكاتب. دي يعني في الضوء التنبؤات، نعتبرها نتعامل معها تنبؤات من تنبؤاتي. بالنسبه للتعليم، كان أول قطاع يعني استخدم تقنية الفيديو كونفرنس والتلي ليرنينج، التعليم عن بعد، في محاولة عدم تأثير التوقف الحالي على الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة. ده هيبقى متهيألي هتبقى سمة من سمات العقد القادم. كذلك الابتعاد الاجتماعي، يجب أن نحافظ على مسافة بيننا وبين الأفراد اللي احنا بنتعامل معهم. ما ينفعش الحميمية وحتى السلام بالإيد النهاردة ما بقاش يعني مطلوب. شكل السياسة، الصين تتصور إن هي يعني دورها سيرتفع في العالم وأسهمها سترتفع. أنا أتوقع العكس تماما. الصين لم تصارح العالم بوجود الفيروس، لم تصارح بتطوره وتحوره إلى أن يصل إلى وباء. 7 مليون شخص سافروا من ووهان، مدينة ووهان الصينية، إلى مختلف أنحاء العالم. سواء بقى العدوى جات لنا في أمريكا عن طريق الناس اللي كانت في أوروبا ورجعت، أو الأوروبيين اللي جم لنيويورك، أو إن هي جت من آسيا، ده خلي ده للباحثين والمحققين إن هم يقولوا لنا إيه العمل. من الممكن جدا إن إحنا نشاهد في خلال العام أو العامين القادمين تغيرات سياسية ضخمة في مناطق من العالم. يمكن الشرق الأوسط على رأس هذه المناطق اللي هي يعني تحت خطر أن يطالها تغيير ضخم. مصر، العراق، تركيا، دي يعني نراقبهم عن كثب لأن التوقعات ليست إيجابية. آخر أرقام جت من إسطنبول في تركيا، أو تركيا عفوا، كان الإصابات حوالي أكثر من 30,000 شخص جم يعني إيجابي بوزيتيف. في مصر هم مصممين على الرقم 500، انا ما اعرفش في 100 مليون واحد ازاي يبقى بس في 500. العراق ما فيش اي نوع من انواع التحاليل بتجرى، ما فيش اي نوع من المراقبه سيرفيلانس لانتشار الوباء. دول زي سوريا، زي اليمن، زي الصومال، ربنا يكون معاهم، لانه لا يوجد خدمات صحيه لظروف الحرب الاهليه الدائره منذ فتره طويله منذ سنوات. فده يعني ندعو لهم بالسلامة والشفاء، ولكني لست منتظرا نتائج إيجابية. أصبح من العادي نحن نفتح التلفزيونات في الصبح نسمع أرقام وفيات بالألفات. النهاردة الصبح كان معدل الوفيات من اليوم السابق اللي أعلنوها في صباح اليوم كانت حوالي 2001 في الولايات المتحدة. دي أرقام يعني اللي ماتوا بسبب كورونا، اللي اتحسبوا أو اللي اتعدوا بسبب كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 15,000 حالة. ف
في حالات لا يتم احتسابها على الأقل حاليا، اللي هي الحالات اللي بتموت في بيتها، من يتم احتسابه اللي هو ذهب المستشفى وتم التحليل ليه وثبت ان هو ايجابي وبالتالي ودخل المستشفى، او لم يدخل بس يعني تحلله قبل كده، ودي نسبة بالمقارنة بإجمالي عدد السكان ليست 100%. فيجب ان احنا يعني نبقى حريصين في التعاطي مع الارقام، في اعداد وفيات اكتر من اللي بيعلن عنها، لم يحن الوقت بعد لحسابها، لان العالم يعني مهتم بمحاولة التحكم والعلاج حتى لا يخرج الموقف عن السيطرة. عشان نقدر نقيم دول، الولايات، المدن في أساليب تعاملها أو قدرتها على التعامل مع هذا الوباء، يجب إن احنا نحسب عدد الأسرة في المستشفيات للألف مواطن في الدول والمدن والولايات كام؟ عدد أسرة الرعاية المركزة في الآي سي يو للسكان كام في الألف؟ أما إن يجي يعني ما يبقاش في دولة مثلا أو مدينة بعشرات الملايين ويقول لك إحنا عملنا 1000 سرير زيادة، وأصلا الأسرة اللي كانت موجودة لم تكن تكفي بأي شكل من الأشكال، أو الناس اعتادت على معالجة نفسها بنفسها، يعني حتى يعني لا طبيب ولا غيره، ونسمع بقى إيه يعني أخبار ووصفات كده ما نعرفش جابوها منين، وأسماء مضحكة كعلاج، واللي يقول لك اشرب شاي، واللي يقول لك حط ليمون على الفول، ده تخلف. عندما تصل الوفيات لعشرات الألوف، مئات الألوف، وربما ملايين، لن يكون هناك مخرج، أو لن يكون هناك نتيجة منتظرة غير الفوضى التامة، وده يعني ما قمة ما أخشاه. إحنا داخلين في موسم أعياد ومناسبات دينية، المسيحيين بيحتفلوا بأعياد القيامة، بابا الفاتيكان في روما لن يقيم، لن يسمح بوجود أي مظاهر في الكنائس في مختلف أنحاء العالم بما فيها الفاتيكان نفسه، ولكن سيتم عبر الفيديو كونفرنس والبث المباشر. معرفش بقى بالنسبة للدول الإسلامية كيف ستتعاطى مع رمضان، هل سيعيدوا فتح المساجد علشان صلاة التراويح وصلاة الفجر وصلاة الجماعة علشان الثواب، ولا هيدفعوا شعوبهم للانتحار ولا يوجد لدي كلمة أخرى غير الانتحار؟ أنت بتدفع بنفسك في التهلكة. حتى الصيام هيقلل من مناعتك، وانت في هذا الوقت انت محتاج ان تكون مناعتك في قمتها. لا اتصور انه يعني يوجد انسان عاقل او رجل دين عاقل او اله عاقل يقول لك اه لا عشان انت التزمت بالفروض انت هتخش الجنة لما تموت. انا بقى اتصور ان ده يعتبر انتحار، واظن الناس عارفة يعني ايه انتحار وايه العواقب بتاعته. بالنسبة يعني الناس المتدينين لا داعي ان احنا ندخل فيهم اللادينيين. فيعني علشان نلخصها وعلشان ما نستمرش كتير، حياتنا اليومية الابتعاد الاجتماعي سيصبح جزء من حياتنا، التجمعات الكبيرة واللمة وكده لن يكون ممكنا في الفترة القادمة، الله أعلم هتستمر لقد ايه. العمل عن بعد هو اللي هيصبح السمة الغالبة، يعني حتى لو عادت عجلة الاقتصاد الدوران، لا أتصور إن يعني ترتيب أو تنظيم أو تصميم المكاتب أو أماكن العمل سيكون كما كان قبل ذلك. لازم هيبقى فيه مساحات كبيرة بين كل موظف والآخر، ودي برضو محافظة على المؤسسات الاقتصادية، لأن المؤسسات الاقتصادية بتقوم على نتيجة لعمل الأفراد فيها ونتاج عملهم وجهدهم. هنا بقى الفرق بين يعني
مؤسسات اقتصادية عندها بعد عقلاني وإنساني، ومؤسسات اقتصادية، وطبعا الربح ده أساسي، ومؤسسات اقتصادية أو رجال اقتصاد وأعمال لا يهم أن يموت عشرات الألوف، ولكن يهم أن يكون هناك أرباح ونشاط اقتصادي بغض النظر عن النتائج. يجب أن نتعامل مع الموضوع بمسؤولية أكتر لو سمحتم. التخريف اللي بنسمعه وبنشوفه على السوشيال ميديا ووسائل الميديا العادية أصبح لا يمكن التسامح معه. لازم يبقى في وقفة حاسمة قبل أن ينقلب الوضع على رؤوس الجميع، وأولهم هيكون رجال الأعمال. بالعقل كده، الصبر، الاقتصاد حسب التوقف. السوشيال بروتكشن، شبكات الحماية الاجتماعية، الدول يعني، هناخد الولايات المتحدة، مش بتدي فلوس للمواطنين كده من واقع حبهم فيها، ومش بتدي قروض بلا فائدة أو يتم التسامح عنها للشركات الصغيرة والمتوسطة علشان دول ناس كيوت. لا، دي يعني اقتصاد واحد اتنين تلاتة. الاقتصاد الأمريكي بيقوم 80% منه على الاستهلاك، فبالتالي بيضمن ان عجلة الاقتصاد لن تأتي الى حركة توقف كامل علشان ما يحصلش جرائم. النهاردة لو انت ما معكش فلوس هتعيش ازاي؟ هتبدأ تسرق، هتبدأ يبقى فوضى عارمة. لا، ده محافظة على السلام الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات. احب ان انا اتلقى اسئلتكم في اي من المواضيع. انا يعني بحاول ان انا اجي يعني بنعمل كده فلاشز على نقاط معينة، ولكن بالطبع لن أستطيع أن أغطي كل النقاط اللي عايز أتكلم فيها. يمكن في المستقبل هعمل فيديوهات يعني تختص بنقطة معينة، اقتصاد مرة، السياسة الدولية وموازين القوى في العالم مرة، سياسات الحماية الاجتماعية مرة، حتى نصلين احنا نلم ويبقى عندنا نظرة مستقبلية بقدر الإمكان قبل أن يفوت الأوان. أشكركم على المتابعة، ويسعدني أن أتلقى أسئلتكم. شكراً.